بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات علم الجنرال امبريولوجي. دلوقتي المفروض ان احنا نحتفل لان احنا خلصنا الاسبوع الثالث، اتكلمنا عن الجاستروليشن والبريمتيف ستريك والنوتوكورد والنيورال تيوب والانترا امبريونيك مصدر. دي كلها مفاهيم لازم انت تبقى طالع عارفها من الاسبوع الثالث. دلوقتي بقى هنبدأ مع بعض الأسبوع الرابع، ويك فور أو الأسبوع الرابع، وهنبدأ نتكلم عن المصطلح الأهم على الإطلاق واللي بيتشرح في الأسبوع الرابع، ألا وهو الفولدينج، إن الجنين بيبدأ إن هو يلف حوالين نفسه وينتني حوالين نفسه. وفي الحقيقة إنه برضه مع الأسبوع الرابع ساعتها بيبدأ الجنين ياخد لقب إمبريو. لو أنت فاكر في مقدمة علم الإمبريولوجي، ارجع لأول صفحة في علم الإمبريولوجي، هتجد إنه الجنين من الأسبوع الرابع لغاية الأسبوع الثامن بياخد لقب أو بياخد رتبة الإمبريو. وإنه مش بس في خلال فترة الأسبوع، يعني بداية من الأسبوع الرابع، مش بس بيعمل فولدينج، إنما في المرحلة دي بيبدأ إن هو يكون الأورجانز أو يكون الأعضاء بتاعته. وبنقول إنه المرحلة دي هي أكتر مرحلة بيبقى فيها موضوع التراتوجينيسيس، أو بيبقى فيها الجنين معرض لكونجينيتال ابنورمالتيس او لاي خلل. عشان كده زي ما بنقول لو تعرض لاي انفكشن او ممكن ان هو ينتج عنه تشوهات يعني خلقية. وجبنا حتى الصورة ديت وقلنا انه يعني هو هنا كاتب بداية من الاسبوع الثالث، لا طبعا هو بعد الثالث كمان، يعني بداية من الاسبوع الرابع لغاية الاسبوع الثامن. المرحلة دي بنسمي الجنين فيها امبريو، والمرحلة دي قلنا ان هي period of great sensitivity، بتبقى حساسية الجنين فيها لأي مؤثر خارجي او لأي تراتوجين بتبقى عالية. وبنقول انه اي organ system، كل الاعضاء في اي system او في اي جهاز بتبقى في مرحلة من البيك sensitivity، الحساسية اللي هي العظم، بتبقى بتتأثر بأي تراتوجين او اي مؤثر خارجي. والمرحلة دي بنسميها الامبريوجينيسيس، لانه الجنين بيتحول فيها من مجرد بليت او مجرد طبق او شريحه، بيبدا ان تتحول الى باقي جنين. لو احنا جينا بصينا في الرسومات دي هنجد ان الجنين، لو جينا بصينا مثلا على الرسومات دي، هنبدا الجنين بيبدا ان هو يلتف حوالين ايه، حوالين نفسه بالايه، بالمنظر ده. طيب، وبالتالي عمليه الفولدنج اوف ذا امبريونيك ديسك، او اللي احنا ممكن نسميها الامبريو جينيسيس، هي عملية البيندنج أو عمليات الانفناك اللي بتتم في الإمبريونيك ديسك، في هذا الإمبريونيك ديسك، عشان changing its shape، يغير شكله من مجرد flat، حاجة flat، حاجة مسطحة، pear shaped، عاملة زي الكمثرية، pear shaped ديسك قرص flat عامل زي الكمثرية، ليبدأ يتحول إلى النورمال شيب بتاع الإمبريو أو الشكل الطبيعي للإمبريو. لما تيجي تدرس عملية الفولدينج ديت لازم تبقى عارف انه انا لازم اجيب المشهدين التقليديين بتوعي والكاميراتين بتوعي. دلوقتي انا عندي فيها عمليات فولدينج اقدر ان انا اشوفها على مستوى المنظر، اللي هو الميد ساجيتال سيكشن او الميديان سيكشن، او اللي هو اللي بقطع فيه من قدام لغاية ورا، واللي بشوف فيه الاوروفارينجال ميمبرين والكلواكا الميمبرين، او المشهد اللي احنا بنسميه كده ما بينه وبين بعض الكيرينيو كودال، يعني جايب من قدام من عند الكيرينيوم للديل. خلاص، يبقى ده كده ايه، مشهد لازم ان انا ابص على الجنين، او زاويه لازم ابص على الجنين منها اثناء عمليه الفولدنج. المشهد التاني اللي هو بنسميه الكروس سيكشن، هو ان انا دلوقتي في عمليات فولدنج بتحصل يمين وشمال الجنين، يعني صحيح الجنين بيبدا ان هو يعمل بيندنج او انثناءات من قدامه ومن ورا، وكذلك بيبدا ان هو يعمل بيندنج او انثناءات من اليمين والشمال. فعشان اقدر ان انا اشوف عمليات البيندنج او الانثناءات من اليمين والشمال، كان لازم ان انا اقطع الايه، اقطع بالكروس سيكشن اللي هو المشهد اللي احنا ايه، المشهد اللي احنا عارفينه ده. خلاص، وبالتالي كده لازم تبقى عارف ان الجنين لما تيجي تتكلم عن عملية الفولدنج هتلاقيه بيقول لك ان عملية الفولدنج بتتم في اتجاهين. الاتجاه الاول هو الكرينيو كودال دايركشن. يعني ايه الكرينيو كودال دايركشن؟ يعني الجنين يبدأ ان هو يطول من هنا ويطول من هنا. شوف حتى الراس ديت اتحركت من هنا ونزلت هنا قدام، صح؟ والديل ده اتحرك من هنا، واخد بالك، ونزل قدام، تمام كده؟ فده بنسميه الكرينيو كودال دايركشن. خلاص كده، ولو نزلنا تحت تمام وبدانا نتفرج برضه هنبص نلاقي اهو الحته دي والحته دي زادوا، واخد بالك، شوف حواطه الجنين بالكامل. خلاص، ده بنسميه كرينيو كودال دايركشن. ونكمل كده الفيديو الجاي.